سنتصدى للجرائم المقترفة في حق الصحة العمومية، ولن نكون ألعوبة في حملة انتخابية سابقة لأوانها. تلك شعارات رفعها الأطباء الداخليون والمقيمون بجهة صفاقس خلال اجتماع عام عقب بوقفة احتجاجية كردة فعل على مشروع قانون الخدمة المدنية. الأطباء عرجوا على مختلف الإشكاليات التي تتعرضهم أثناء أداء واجبهم، واعتبروا أن الإشكال الرئيسي الذي يتوجب التوجه نحو حله بصفة استعجالية هو واقع البنية التحتية المهترئة في قطاع الصحة العمومية، معتبرين أن مشروع القانون لا يعدو أن يكون حلاً ترقيعياً في ظل تردي حالة المستشفيات. الأطباء الداخليون والمقيمون أعربوا لنا عن كونهم سيصعدون من وتيرة الاحتجاجات، وأنهم بصدد التنسيق مع باقي الجهات لإقامة هيكل نقابي وطني يعنى بهم، يكون مدافعا شرسا عن قطاع الصحة العمومية.